أنهم يعترفوا لذات الله سبحانه وتعالى أنه واحد أحد. فين المشكلة مع الناس؟ فين المشكلة مع الناس؟ في اعتراف الناس بربوبية الله. إخواني هذه المشكلة مش بس مع الكفار، هذه المشكلة مع مين كمان؟ معنا إحنا المسلمين. يعني على سبيل المثال أعطيكم مثال بسيط في توحيد ربوبية الله سبحانه وتعالى. يعني لو سألتكم هلأ كلكم الموجودين من هو الرازق؟ شو بدكم تقولوا لي؟ الله. في واحد سيختلف معي أن الرازق وأن الرزاق هو الله؟ لا. ولكن أنا سأسأل سؤال ما بدي تجاوبوني، أنا لا أريد من أي أحد أنه شو يسوي؟ أنه هو يفضح نفسه. سأسأل هل قمت في يوم من الأيام بالكذب حتى تتحصل على رزق؟ ما تجاوبني. هل قمت بيوم من الأيام بالاحتيال حتى تتحصل على رزق؟ ما تجاوبني. هل قمت بيوم من الأيام بخداع إنسان حتى تتحصل على رزق؟ كمان ما تجاوب. هل قمت بيوم من الأيام بسرقة إنسان بطريقة ما أو بأخرى حتى لو غيرت كلمة السرقة لإيش؟ لا كلمة أخرى، إنه أنا شاطر، أنا فهلوي، أنا بعرف أجيب اللومة من حنك السبع، غيرتها بأي شغلة، ولكن هي في الحقيقة شو هي؟ هي سرقة. هل قمت في يوم من الأيام بسرقة إنسان؟ ما تجاوبني. بس أنا بقول لكم إخواني إنه معظم الناس شو في عندها؟ معظم الناس في عندها مشكلة في إيش؟ في فهم أو في تطبيق، في تطبيق اعترافها أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق. إحنا شو منقول؟ أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، يعني الرزق من مين؟ من الله عز وجل. يعني كل اللي بده يدخل لي من مال من مين؟ من الله. فإذا أنا كل اللي بده يدخلني من الله سبحانه وتعالى، فماذا سينفع الكذب؟ وماذا سينفع الغش؟ وماذا سينفع الاحتيال؟ وماذا ستزيد السرقة في رزقي؟ أو حتى في ناس قد تصل إيش؟ لدرجة القتل إخواني من أجل أن تتحصل على رزق. ونقول والعياذ بالله، يعني أنا بعرف في يوم من الأيام جريمة قتل أو قتل شخص، قتل إنسان من أجل ألف دينار، تصور ألف دينار يعني 4 أو 5 آلاف شيكل، قتل إنسان عشانهم. يعني يصل الأمر من أجل الرزق اللي احنا نقول هذا الرزق على مين؟ رزق ورزقك على مين؟ على الله. ولكن ماذا نفعل حتى نتحصل على رزق؟ وفي الحقيقة إخواني يعني لو احنا جينا سوى إحصائية حاليا ونقول تعالوا نعد مشاكلنا اللي موجودة، نمسك مشكلة 2 3 4 5، نجيب أهم 99 أو خلينا نقول 100 مشكلة موجودة في مجتمعنا، ونبدأ بعد ذلك كل مشكلة شو نسوي؟ نبحث فيها، ندخل إلى أعماقها لهذه المشكلة، سنجد إنه في نهاية هذه المشكلة هناك إنسان أراد أن يتحصل على رزق ليس له. فمعظم مشاكلنا من فين؟ من انه احنا مش معترفين انه الرزق على الله. ولكن لو سألتكم انا فعليا على مين ارزاقنا، بدكم تقولوا لي على الله. بس لما اجي اطلع على افعالنا وافعالكم شو منلاقي؟ منلاقي انه هذا الشيء ليس بسلم. فنقول اذا كان هذا الخلل موجود احنا فينا اللي منقول لا اله الا الله محمد رسول الله، فما بالك لو جينا نفحص في هذه النقطة، نقطة اعتراف أو الاعتراف بالربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الرازق وأنه هو المدبر الأمر، مع مين؟ مع غير المسلمين، شو بده يكون حالهم؟ سيكون حالهم غريب عجيب جدا جدا جدا. فالله سبحانه وتعالى سألنا وقال ألست بربكم، ما قال ألست بإلهكم، لأنه لو قال ألست بإلهكم كان كلنا المسلم واليهودي والنصراني وغيره كان شو عمالنا؟ كان قلنا، ويمكن أن يكون جوابنا صحيح إلى درجة كبيرة أنه بلا تكون صدقا. بس مش هذا المهم. شو المهم؟ مش يعني مش هون العلة، مش هذا المهم. طبعا توحيد الألوهية مهم جدا وهو الأساس، ولكن يعني النقطة المركزية في علاقتنا مع الله عز وجل أن نعترف لله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالربوبية، بعد أن نعترف لله سبحانه وتعالى بإيش؟ بالألوهية. فالربوبية هي عمل، يعني تدريب عملي، أو خلينا نقول صورة عملية
تبين مدى قولنا أننا نعترف بألوهية الله سبحانه وتعالى، مش بس قولا، هي الشيء الفعلي العملي اللي يدل كم أنا بالفعل أعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إخواني قلنا الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب، فالإنسان المسلم لما يقول سبحانه وتعالى لا ريب فيه، لا ريب في إيش؟ في ربوبية الله سبحانه وتعالى. يجب عليك يا إنسان يا مسلم أن لا يكون عندك أدنى شك في ربوبية الله. يجب أن يكون لا يكون عندك يا إنسان يا مسلم يا حبيب الله أدنى شك، يعني لا يجوز أن يكون عندك أي نوع من أنواع الريب أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق والرزاق. الله سبحانه وتعالى يقول، يعني أو في الحديث، خلينا نقول في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. على إيش إحنا خايفين؟ على أرزاقنا؟ إيه، مين اللي بيخاف على رزقه إخواني؟ مين اللي بيخاف على رزقه؟ يعني لو فرضنا في عائلة الأب سكرجي خمرجي قاعد باب الدار وحاطط العود وبدندن، منقول يمكن أولاده لهذا الزلمة يخافوا على رزقهم. ليش؟ لأنه أبوهم السائل. طب إحنا مين اللي بتولى أمرنا؟ أليس الله هو الذي يتولى أمرنا؟ ومن هو الله؟ أليس الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء ومالك كل شيء؟ أيعجز سبحانه وتعالى أن يرزقك؟ وإنت مين أنت كنت يا إنسان؟ كم أنت بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى؟ إحنا لا شيء بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي رزقنا لما يكون على الله وإحنا لا شيء، كم سيكون رزقك مرهق لله سبحانه وتعالى أو يتعب الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا التفكير الذي يصل فيه الإنسان حتى يفكر إنه أنا أخاف على رزقي يأتيني من الله سبحانه وتعالى، من أجل ذلك سأكذب، من أجل ذلك سأغش، من أجل ذلك سأقوم بالسرقة وغيرها من الأمور؟ فالله سبحانه وتعالى لما قال ذلك الكتاب، قلنا الكتاب يعيدنا إلى ألست بربكم، ولست بربكم تعيدنا إلى الربوبية، والربوبية لله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. أنا يا الله بين يديك، افعل ما شئت، لا أقول ولن أقول إلا الحمد لله، وسأحتسب أجري على الله في كل شيء. إخواني في ناس وللأسف إخواني بيصير عنده مشكلة بيصير يولول ويصيح ويبكي ويشكي ويجمع الدنيا كلها، صار عنده مشكلة. طيب وشو المشكلة؟ هاي المشكلة اللي صارت معك، يعني اسأل نفسك من صاحبها؟ من أرسلها عليه؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ فالهم الذي يأتيك والغم الذي تعيش فيه وأي مصيبة أو أي ابتلاء يحدث بين يديك، هذا أصلا من الله سبحانه وتعالى، ولما يكون من الله سبحانه وتعالى فهو تدبير منه عز وجل. وإن كان هذا تدبير وأنت لا ترى حكمة التدبير، في كتير ناس إخواني ما بتشوف حكمة التدبير. لربما إخواني يعني أنت طالع بسيارتك، أنا اليوم على سبيل المثال طلعت بالسيارة مشوار، ولما رجعت راح معي الجير، شو بدي أسوي؟ أقعد أولول وأصيح وأبكي وأشكي؟ إخواني إن أنا لم أقبل تدبير الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، كأني أقول لله سبحانه وتعالى ابتليني فيما هو أعظم. في ناس الله سبحانه وتعالى يبتليهم في صحتهم، في بدنهم، في قلبهم، في جسدهم، في معدتهم، في عقلهم، في عيونهم، في آذانهم. إذا ابتلاك سبحانه وتعالى بهم يمكن إصلاحه أو شراءه أو حله، فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكر الله سبحانه وتعالى إنه ابتلاءه شجاع في شيء يمكن تعويضه. ولا تولول ولا تقول عندي هم كبير، ولكن دائما قل عندي رب عظيم وعليه التكلان ومنه كل شيء، وسأحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التدبير. أنت لا تستطيع أن ترى ما خلف هذا التدبير، ولكن لو فعلا الله سبحانه وتعالى فتح علينا الحجاب
وشفنا كل أمر كل أمر يحدث معنا بعين الحقيقة إخواني، وكيف أن الله سبحانه وتعالى دبر هذا الأمر وحجب عنك ما هو أعظم بكثير بكثير بكثير، ووصل عندك إخواني إيش هذا الشيء الصغير، لاستصغرت الهم لاستصغرته. عشان هيك إخواني إحنا المسلمين مطالبين نحن نحمد الله سبحانه وتعالى. يجب أن لا ترتاب قلوبنا، لا ترتاب، يعني ما يجي هالشك الصغير نقطة صغيرة من الشك ممنوع تيجي في قلبك في أي أمر دبره سبحانه وتعالى إليك. هذا الأمر الذي دبره سبحانه وتعالى هو خيرك. هل يأتي من الله سبحانه وتعالى شر؟ إياك أن تعتقد أنه يأتي من الله سبحانه وتعالى شر. لا يأتي من الله إلا الخير، لا يأتي من الله إلا الخير. لذلك عليك أن تحمد الله سبحانه وتعالى.